اسمعي، بدي الجاهزية أحسن جهاز وكل شيء من أحسنه. إذا قصروا معك المصاري بتجي لعندي بتاخدي بدال الليرة 100. أي بنت الطشت محي الله، فهمتي؟ ربي لا يحرمني منك يا عمي ويديمك فوق راسي. وراسي كمان. الله يخليك ويعطيك العافية إلهي، ما بتقصر ومسبق علينا بأفضالك. على راسي يا يامو. فضي على حالي. شو شكري؟ رحت اليوم لعند الكابتن شمال يمين؟ لا والله ما رحت. ولك ليش؟ وعدنا أبو قاسم إنك تصير بطل. شو ما بدك تصير بطل؟ بلا بلا بدي، بكرة بإذن الله من وش الصبح رايح لعنده. إيه لا تأخر، لا تأخر عن الشغلة إذا ناوي إنك تبيض صفحتك عند بيت الشلفطان. قال عمي أنا اللي ناوي ورح تبيض بإذن الله. قوم أمي شوف مين على الباب. لك من وقت؟ لك افتح. أهلا وسهلا وطفوا السطل. قولي شبك متيس؟ شوفي غريبنا ولك شكري، غريبنا قاعد بالقهوة عم يأرجل ولا كأنه عامل شي. ما تقني أبشر هو بالخالص أبو بطيخ هو بذاته. والله وقعت بحضن أمك وأبوك يا خالص. والله والله لا اشرب من دمك وامسح الأرض بشوابك. أنا جاهز. أنت شو؟ أنا هو جاهز. أنا 14 جاهز فوق بعض. بس ليه؟ شو؟ عندي فكرة. شو رأيك؟ نروح نقول له عمك أبو قاسم يحضر المعركة. ليش؟ مشان نثبت له إنه نحن أبطال. إيه شلون يعني؟ أنت سألتني شلون؟ حقني